الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية حصان يلاحقني في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في منامه أن حصان يلاحقه ويحاول القضاء عليه علامة على الخير الذي يأتي إليه، والله أعلم. الهروب من الحصان في المنام علامة على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. من يرى في منامه أن الحصان يقترب منه وهو يهرب بكل قوته علامة على هروبه من شخص يود الارتباط به، والله أعلم. حلم الهروب من الحصان علامة على انتهاء الكرب والهم والأحزان في حياة صاحب الرؤية. من يرى في منامه أن هناك حصان يلاحقه وكان لونه بني علامة على النعيم الذي يأتي إليه بعد الأمور الصعبة في حياته، والله أعلم. حلم رؤية الحصان البني يلاحقني في المنام علامة على الرزق الواسع القادم لصاحب الرؤية. من يرى أنه يهرب من حصان لونه بني علامة على تحسن الأحوال المادية. الهروب من الحصان البني في المنام علامة على الرخاء والعيشة الكريمة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا. ركوب الحصان البني في المنام علامة أن الخير والمشاريع الناجحة التي سيدخل بها الرأي ستكون قريبا، والله أعلم. من يرى في منامه يطارد الحصان في المنام وهو يجري منه علامة على زوال السلطة منه. رؤية شخص يطارد حصان في المنام وهو يجري وراءه علامة على موت زوجته، والله أعلم. حلم الجري وراء الحصان والسير معه علامة على مشاكل ستحدث مع أصدقائه وزملائه في العمل، والله أعلم. من يرى في منامه أنه يجري وراء الحصان ويطارده إشارة إلى زوال النعيم التي كانت تحيط به. من يرى في منامه أن هناك حصان أبيض يجري وراءه علامة على الأموال الكبيرة التي سيحصل عليها. مطاردة الحصان الأبيض لي في المنام علامة على الرزق الواسع، والله أعلم. حلم الحصان الأبيض يجري ورائي في المنام علامة على الجنون الذي يصيب صاحب الرؤيا. من يرى في منامه أن هناك حصان أبيض يلاحقه في المنام هي رؤيا خير، والله أعلى وأعلم. دي تفسير يا أخوانا، وده تفسير. من يرى في منامه أنه يسرق حصان علامة على تحقيق النجاحات في الحياة. حلم سرقة الحصان في المنام علامة على الاستفادة التي يحصل عليها قريبا صاحب الرؤية. من يرى في منامه أنه يسرق حصان لشخص آخر إشارة إلى عدم النزوه لبلوغ أهدافه، يعني مش عارف يحقق أهدافه صاحب الرؤية اللي بيسرق حصان لواحد غيره. محاولة سرقة حصان من شخص قريب منك إشارة إلى المخالفات القانونية التي تقوم بها وخوفك من العقاب، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.